هذا اليوم راح أخذكم جولة جديدة من جولات الفيحاء في أمريكا. هذا اليوم راح نزور السفارة العراقية لحضور احتفالية أقامتها السفارة العراقية بمناسبة أعياد نوروز. أكيد سعيدين أن نشارك جاليتنا الحبيبة بمناسبة أعياد نوروز، وأيضا نحب نقول لكل شعبنا العراقي وأيضا كردستان العراق الحبيبة والأكراد كل عام وهم بخير، وإن شاء الله تبقى الفيحاء حلقة وصل بينكم وبين أهلكم بالداخل. أكيد سعيدين هذا اليوم أنه نلتقي ويا الجالية العراقية وأيضا نشاركهم بهذه الاحتفالية الكبيرة. هذا اليوم متوجهين للسفارة العراقية حتى نحضر هذه الاحتفالية. خليكم ويانا الفيحاء في أمريكا. أكيد سعيدين هذا اليوم نلتقي بكم في هذه الاحتفالية الكبيرة اللي أقامتها السفارة العراقية هنا في واشنطن دي سي. هذا اليوم شاهدنا عدد كبير من أبناء الجالية العراقية اللي حضروا هنا الاحتفال بعيد نوروز، وأكيد نحب نقول لشعبنا والأهلنا وناسنا داخل العراق كل عام وهم بخير، وشعبنا الكردي بألف خير. أكيد سعيدين تتواصلون ويا حكومتنا وسفارتنا العراقية اللي موجودة هنا في أمريكا في هذا الاحتفال. بباوري من أما رودا ويشي جرينجا بلا برشاو قرتني ويكا كردكان العراقي في شودا العراقي دوراني بحثو صدام حسين دا نرول ايش يوتوان هبو بلقو بروسي انفال وشيم يا باران كردن لدجي اوان براي ودشو وداهاتي عراق وداهاتي كردستان دكرا بچكو چولو وكو زبرو زنگ لدجي قلي كرد لعراق دا بكار دهات بلام او رودا بينين لسال 2012 دا پاش بروسي ازاد سازي عراق و پاش روخاني صدام حسين لسال 2003 دا بهاو كاري هاو پيمانا كان سفارت عراقي بالويس خاني عراقي فيدرال لواشنطن جشنی نتوایی کردکان پیروز دکات نوروز که همای برخودان و برنگاری و تکوشانی نتوایی با کردکان گرینگی چی اجگار زوری هیا لئیران دا ام نوروز زور بچروپری دکریتا و بلام نوروز لعراق لسوریا لترکیا سنوری نیوان عرب و ترککانا اما دستکوتی چی گوره بباوری من با عراقی کان من پیروز بایان پیدالم و با آواتی اوی که عراقی نوی عراقی برایتی و پیکوژیان بیت و به پیروز بایی به بالویس خانه عراقی فیدرال لواشنگتون و به نوی نرایتی حکومتی رمی کردستانیش دالم که به هاو هنگاوی و به هاو کاری یکتر جشنی نوروزی امران پیروز کرد و او سالیان پیروز کرد و کوتم اما دستکوتی چی گرینگا و آماجه چی گوره بو اوی که عراقی کان همویان پیکو چه کلدانی، چه ترکمن، چه عرب، چه سنت، چه شیعه و چه کردکان دتوانن لآودان کردنوی عراق و برو پیش و برنی عراق دا دوره چی زور پوزیتیف بجرن. سپاس بایوش. أكيد نحن سعيدين وياكم أن تحتفلون هذا اليوم في مبنى السفارة العراقية، وأكيد العراقيين كلهم هذا اليوم يحتفلون بهذه الأعياد الأكيد عزيزة على كل العراقيين من الشمال إلى الجنوب، وألف تحية لشعبنا الكردي. شكرا جزيلا. خليكم ويانا مشاهدينا في جولتنا هذا اليوم الفيحاء في أمريكا حتى ننتقل إلى احتفالية الجالية العراقية هنا في الولايات المتحدة الأمريكية بأعياد نوروز. خليكم ويانا بجولتنا هذا اليوم.